إطار محاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية، واستغلال المعلومات واردة إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمدية مفادها وجود عصابة إجرامية تقوم بالترويج والمتاجرة غير شرعية بالمخدرات عبر إقليم ولاية المدية ويمتد نشاطها إلى ولاية مجاورة. على إثرها تم وضع خطة محكمة للإيقاع بأفراد العصابة ووضع حد لنشاطها الإجرامي باستعمال الوسائل التقنية في التحقيق والتحري مع إقحام الثنائي السينوتقني وأفراد فرقة الأمن والتحري. العملية مكنت من توقيف أفراد العصابة المتكون من 6 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة مع حجز كمية من الكيف المعالج قدرت ب 48 كيلوغرام وحجز سيارتين نفعيتين وهواتف نقالة كانت تستعمل في نشاط العصابة بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 240 ألف دينار جزائري من العدائد الإجرامية. تم تقديم عناصر الشبكة المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.